هنتكلم على موضوع مهم جدا، خلاص محتاج انك تفهمه قوي لان كل السنه معتمد عليه. خلاص البرمجه كلها معتمده على الفكر بتاعه. يا ريت نفهم الفكر بتاعه ونبدا قبل ما نبدا ناخد عليه تمارين. ممكن احنا التمارين بتاعت السنه اللي فاتت اي حاجه، تمارين قديمه تمارين جديده مفيش مشكله عندي خالص، بس هنحلها باسلوب مختلف. الاسلوب في اسلوب من الاساليب الجديده خلاص اللي هي بقت خلاص معتمده خالص، اسمها OOP او حاجه اسمها Object Oriented Programming. Object Oriented Programming خلاص يعني ايه؟ ما تترجمهاش، يعني ايه اعرف؟ يعني ايه اعرفها بتتعمل ازاي؟ هي دي Object Oriented Programming اما نتكلم عليها بس، لكن تترجمها ترجمه كده هتلاقي نفسك بتقول اي كلام ملوش اي معنى وخلاص. خلاص كده ايه بقى طريقه الاو او بي دي؟ دي طريقه قال لك المفترض ان اي واحد بيبرمج يمشي على الاسلوب ده، ولو مشي على الاسلوب ده هتلاقي بقى فيه مميزات كتير. ان احنا كلنا بنمشي على اسلوب واحد، الاسلوب ده ليه مميزات اللي كل الناس كلها اتفقت ان هو ده الاسلوب الصح الى اخره. فالمفترض الناس كلها تيجي تبرمج تمشي على نفس الايه، على نفس الاسلوب. الاسلوب ده بيقوم على 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 اسس، حاجات اساسيه لما تفهمها هتبدا تبرمجها وانت ايه، وانت صاحي. لكن لو ما فهمتهاش يبقى عندك مشكله، يبقى عندك ايه مشكله. ايه هو؟ قال لك احنا عارفين طبعا ان العمليه كلها عباره عن برامج. قال لك لا احنا هنخليها ايه، برامج صغيره. لو جيت مسكت اي برنامج كبير في اي شركه في اي حته هتلاقي برنامج كبير قوي ضخم. هو في الحقيقه متقسم الى حتت ايه، حتت صغيره، ومتقسم الحقيقه لحتت ايه، الحته دي بتاعت العملاء وبتعمل مش عارف ايه، الحته دي بتاعت مش عارف مين وبتعمل ايه، الحته يبقى حاجه اسمها ايه، سب بروجرامز. حاجه اسمها ايه، سب بروجرام. يبقى بتقسم البرنامج، البرنامج الكبير الى برامج صغيره. البرامج الصغيره دي بنسميها سب بروجرامز. ده الاسم العام، ده الاسم الايه، الاسم العام. بنسميها كسي شارب ميثودز. كلمه ميثود معناها برنامج، يبقى كل ما اجي اقول لك كلمه ميثود عندك ميثود تقول لي دي معناها ايه، برنامج صغير. لازم يكون البرنامج بتاعك كله، لازم يكون البرنامج بتاعك ايه كله. ممكن نقدر نقول عليه وظيفه في البرنامج، حلوه الكلمه دي. ممكن نقول عليها ايه، ممكن نمشيها وظيفه او وظيفه يبقى لما يكون عندي وظيفه معينه في برنامج او برنامج صغير بنسميه احنا دايما عندنا كلمه ايه، كلمه ميثود. كلمه ايه، ميثود. الاسم العام كلمه سب بروجرامز. خلاص الاسم العام كلمه سب بروجرامز. الميثود دي هي عباره عن برنامج عادي. كل برنامج بيبقى ليه عمليات اساسيه، بيبقى ليه مدخلات وليه عمليات وليه مخرجات. حد معترض على دي؟ خلاص عندنا هنا بيبقى ليه اي برنامج، اي وظيفه او برنامج صغير له. اول حاجه المدخلات، صح ولا لا؟ اللي انتوا بتسموها دايما انبوتس، بس انا ما بحبش اسميها انبوتس بقى. في السي شارب والاسم الجديد بتاعنا اللي هيبقى مستخدمينه دايما اسمه بارامترز. يبقى لما اجي اقول لك اي وقت اقول لك دي بارامترز تقول لي ده ايه؟ تبقى انت فاهم ان دي المدخلات بتاعت الوظيفه دي. يعني الوظيفه دي عشان تبدا تشتغل لازم ابعت لها كذا. بمعنى يعني مثلا لما اجي اقول لك عايز اجمع رقمين يبقى لازم تديني الرقمين عشان اجمعهم لك، صح؟ لو انا اعتبر نفسي انا الاله فتقول لي انا عايز اخليك تعمل عمليه، تقول لك ايه العمليه؟ تقول لي عايزك تجمع لي رقمين، اقول لك هات الرقمين عشان ايه؟ هات الرقمين دي ايه؟ مدخلات ليا، صح ولا لا؟ تبقى مدخلات ايه؟ مدخلات ليا، خلاص؟ يبقى انا عندي الانبوتس اللي هي المدخلات ودي بنسميها بارامترز، بنسميها ايه؟ في بعض البرامج بنسميها ارجيومنت بس احنا في السي شارب بنسميها بارامتر، خلاص كده؟ ولو قلنا ارجيومنت برضه صحيحه يعني. محدش يقول لي ايه انا بقى ناخدها بقى كده نقضيها بقى كلمات ومصطلحات، اقول لك اه ما هو بعد كده هتلاقيني وانا بشرح هقول بارامتر. لو انت مش فاهم اقصد ايه بكلمه بارامتر يبقى عندك عقده في اللي انا بقوله. خلاص؟ طيب وقلنا زي ما قلنا ليه مدخلات ليه عمليات، صح؟ ليه ايه؟ عمليات. والعمليات طبعا ايه؟ عمليات معروفه خالص. عمليات بروسيسنج، عمليات بتتم بقى. العمليات دي احنا خدنا فيها حاجات اساسيه، العمليات دي احنا خدنا فيها حاجات اساسيه. معلش انا بحاول الخص لك الدنيا بالشكل الجديد.
العمليات دي في حاجات اساسيه. ايه الحاجات الاساسيه اللي موجوده في العمليات ديت؟ خدنا التعريفات و ال وخدنا شويه اكسبريشنز تعبيرات يعني معينه، وخدنا جمله اف صح، او جمل الشروط اللي هي اف وكونديشنال ترينري سويتش. خدنا كونديشنال ترينري السنه اللي فاتت، اللي مش فاكره مش مهم دلوقتي، ما يشغلش بالك خلاص. وجمل ايه التكرار صح ولا ايه؟ خدناها برضو اللي هي الفور والوايل والدو وايل، وقلنا فور اتش لسه ما خدناهاش صح. وكمان في حاجه اسمها جمل تصحيح الاخطاء لسه ما خدناهاش، اللي هي تراي كاتش، جمل تصحيح الاخطاء. دول حاجات الاساسيه اللي احنا هنبقى عايزين نتعلمهم كويس جدا مع المصفوفات والحاجات دي. ماشي، يبقى احنا عندنا اي برنامج فيه مدخلات في عمليات. وقلنا العمليات انا لميت لك ايه؟ التعريفات اللي احنا بناخدها والتعبيرات، زي شويه تعبيرات كتير اكسبريشنز، يعني زي مثلا ما اقول اكس بتساوي 5 زائد 3، ده على بعضه بنسميه اكسبريشن. اكس بقى ده متغير صح ولا لا؟ الزائد ده اسمه اوبريتور، واللي بيساوي ده اسمه اوبريتور صح؟ الكلام ده قلناه السنه اللي فاتت. ما علينا، بعد العمليات طبعا في ايه؟ كنت بتسموا المخرجات ايه؟ اوتبوتس. احنا بقى ما بنسميهاش في السي شارب، ما بنسميهاش كده، بنسميها ريتيرن فاليو، بنسميها ريتيرن فاليو. يعني ايه ريتيرن؟ او مش هنقول في السي شارب، نقول في الايه؟ في البرمجه عموما، برمجه الاوبجكت اورينتد بروجرام. حتى لو انت رحت لغه ثانيه هتلاقي المسميات دي ايه؟ ثابته. فانت لو فاهم البرمجه، انت كده بتفهم برمجه. لو فهمت البرمجه دي خلاص، لو حتى اتنقلت على لغه برمجه غير السي شارب هتلاقي نفس الايه؟ نفس المبادئ، نفس الايه؟ نفس المبادئ، نفس المفاهيم. اقول ريتيرن فاليو، اي حد بره بتاع برمجه هتلاقي ريتيرن فاليو عارفها، مفهومه، بارامتر، فاهم انت بتتكلم بتقول ايه؟ مش محتاج بقى تشرح له الكلام ده خالص. طيب ريتيرن فاليو، اي برنامج مكون من المدخلات والعمليات والمخرجات. السؤال، هل كل برنامج لازم يكون له مدخلات؟ يعني المدخلات دي اجباريه في اي برنامج؟ لا، مش اجباريه خالص، مش اجباريه خالص. ممكن اعمل برامج كتير جدا 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 مفيش فيها مدخلات خالص. ايه مدخلاتها؟ يعني بقول لك مفيش مدخلات، عمليه عاديه. لما اجي اقول له مثلا ايه، لو افترضنا ان في ملف عندك، ملف كاتب فيه كل اسماء مثلا الموظفين، ملف مكتوب كل اسماء الموظفين، والبرنامج بتاعك بيجيب اسم الموظف، ايه المدخل بتاعه؟ بتقول له هات اسم الموظف. مفيش ايه؟ هو هيعرف يجيبه منين؟ الملف بقى، هو الملف هتضرب معاه في البرنامج. ما هو انت هتبرمج الملف عادي، لكن انت في الاخر لما تيجي تنادي على البرنامج بتاعك بيجيب لي اسم، في حاجه محتاجها؟ في حاجه محتاجها؟ بلاش دي. برنامج مثلا بيجيب اللي هي باي، عارفين باي؟ عارفين باي بتاعت الجافا؟ اللي هي طه. طيب طه، عارفين طه؟ اللي هي 22/7 دي، اللي هي قيمتها مش عارف 3/14، لا وفيها كسور كتير. اكتر من حوالي 6-7 ارقام عشريه ورا، هقول 16 كده مقربينها وخلاص. لو البرنامج بتاعي بيجيب الرقم دوت هيبقى ايه المدخلات بتاعته؟ مفيش. انا اقول له هات قيمه البي اي، وهو هيرجع لك قيمه البي اي، لكن ايه المدخلات؟ ما بديلوش رقم يضربه ولا يقسمه ولا يعمله، مفيش إيه حاجه. طب اسال سؤال، ايه اصلا مدخلات عليه؟ ايه؟ ايه اصلا مدخلات؟ ايه المدخلات؟ مش هو عارفها اصلا، مش مدخلات. دي عمليه بس ان هو بيرجع لك الحاجه دي، والريتيرن فاليو اللي هي القيمه اللي رجعت، لكن ايه المدخلات؟ مفيش مدخلات. في عندنا حاجات كتير جدا كده، بلاش يا عم بلاش. افترض ان انت البرنامج بيبحث عن الفيروسات اللي عندك على الهارد. برنامج معروف قوي انتي فايروس، بيدور على الايه؟ عبرنا على الهارد بتاعك. ايه المدخلات؟ بقول له اسكان، دي اسكان، لكن ما بيطلبش مني يقول لي رقم التليفون بتاعك ايه؟
ولا رقم كام ولا اسمك ما تطلبش حاجه، قول له سكان بيسكان. عمليه بتتم ليها مخرجات، ليها مخرجات، ليها اسماء اللي حصل عليها او رساله تقول لك ما فيش حاجه او لكن ليها عمليات وليها مخرجات. لكن هل في مدخلات؟ مش مدخل. يبقى المدخلات في حد ذاتها مش اجباري. المدخلات في حد ذاتها مش ايه؟ مش اجباري. في ممكن يكون بدول، يبقى نقول عليها اوبشنال. يعني ايه اوبشنال؟ اختياري. ممكن يبقى في برامج ليها مدخلات وفي برامج ملهاش ايه؟ ملهاش مدخلات. اقتنع بالحته الاول حد يرد عليا يبقى اقتنع. خلاص تعال النقطه الثانيه. ايه؟ السؤال الثاني العمليات. ينفع برنامج يكون من غير عمليات؟ لا. ما فيش برنامج، ما فيش وظيفه. طالما ما فيش وظيفه يعتبر ما فيش ايه؟ في برنامج، ما فيش ايه؟ برنامج. يبقى انت لسه ما استكملتش، لازم في عمليه. ولو عمليه الريترن بس. ولو عمليه الايه؟ اللي هي الريترن. اعاده القيمه دي في حد ذاتها هي عباره عن ايه؟ عن عمليه. عباره عن ايه؟ عن عمليه. هو لازم يكون في، لازم يكون في عمليات الريترن. حتى لو كانت عمليه واحده بس. بس لازم يكون في ايه؟ حاجه بتحصل. لازم يكون حاجه بتحصل. حاجه بتحصل معناها عمليه بتتم، حاجه بتحصل يبقى معناها عمليه ايه؟ بتتم. ولو ما كانش يبقى انت اكيد لسه ما كتبتش كود، يعني يبقى لسه البرنامج فاضي. لسه البرنامج ايه؟ فاضي. وانت بتعمل ايه؟ طيب السؤال الاخير المخرجات. لازم كل برنامج ليه مخرجات؟ لو انت طلبت فلوس حاجه دي لا طبعا لازم خالص. اقول لك حاجه بسيطه جدا. افتراضا انت زي ما قلت لك اسماء الموظفين صح؟ قول مثلا افترضنا ان انت البرنامج بتاعك بتدخله اسم الموظف وبتدوس على الحفظ بياخد البيانات بتاعته ويحفظها على الفايل، ماشي؟ افترض كده. ولا الداتابيز، ولا بتاخد الداتابيز، ولا بيحفظها الداتابيز عنده، صح كده؟ طيب السؤال هنا هدخل له البيانات، دي مدخلات ولا مش مدخلات؟ المدخلات بتاعتي انا هديله البيانات والعمليات اللي هو يعملها حفظ جوه الداتابيز، صح؟ لا. والمخرجات ايه؟ مش مخرج، هو بس بيقوم بعمليه. انا بديله حاجات وهو بياخدها يسيبها، وبعد ما بيسيبها ما بيرجعليش حاجه. ما بيرجعليش ايه؟ هحفظها. خلاص الموضوع انتهى. يبقى برضه المخرجات، مش لازم يكون كل برنامج ليه مخرجات. مش لازم يكون كل برنامج ليه ايه؟ يعني ممكن البرنامج بتاعي يكون ليه مخرجات، ممكن ما يكونش ليه مخرجات. ممكن ليه مدخلات، ممكن ما يكونش ليه مدخلات. لكن كده كده لازم يكون في عمليات، ولو ما فيهوش عمليات يبقى لسه انت ما كتبتش البرنامج يعني. ما اقدرش اقول ان هي اوبشنال، لان لو قلت هي اوبشنال، هي اوبشنال في الكتابه. هي اوبشنال في الكتابه ازاي يعني؟ اللي هو يعني البرنامج بيعمل ايه؟ مفيش برنامج اصلا. يبقى مفيش برنامج ايه؟ اصلا. طيب. اي وظيفه او برنامج قلنا ليه مدخلات وليه عمليات وليه ايه؟ مخرجات. وله له اهم حاجه اسم. لازم يكون ليه اسم. لازم يكون ليه ايه؟ اهم حاجه عندي يكون البرنامج ليه اسم. ليه؟ او الوظيفه كلها ليها اسم. ليه؟ عشان اقدر اقول عليها اشتغل. يعني مثلا وظيفه الحفظ دي ليه سايب وظيفه ازاي مش عارف انا. يبقى انا ممكن اتخيل في وظيفه اسمها سيب، في وظيفه اسمها ايه؟ سيب. انا اتخيل كده ان في وظيفه اسمها سيب. خلاص؟ مدخلاتها رقم الموظف واسم الموظف. صح ولا لا؟ مخرجاتها مفيش. مخرجاتها ايه؟ مفيش مخرجات. فهمنا اللقطه؟ عملياتها انه بياخد الكلام ده. العمليات ده مش مهم دلوقتي، دلوقتي بقى بيها عمال بقى انه ياخد الكلام ده ويروح يسيبها ولا ازاي مش عارف. بس المهم دي العمليات. بس المهم ان دي ايه؟ العمليات. يبقى احنا لو اتخيلنا بالبرمجه بقى الكلام اللي انا قلته ده، العك اللي انا قلته ده، لو انا عايز اكتبه كود سي شارب هكتبه ازاي؟ لو انا عايز اكتبه كود سي شارب هكتبه ازاي؟ بص بقى معايا. اول حاجه عندي عشان اكتب حاجه زي كده، بص معايا دي القاعده الثابته ايه. اول حاجه انا بكتب المدخلات اللي احنا سميناها ايه بقى. خلاص مش هنقول عليها مدخلات بقى، انا عايز اكتب بالانجليزي ليه البارامترز. معلش لا هكتب المخرجات الاول. هكتب اول حاجه الايه؟ المخرجات بتاعتي اللي احنا سميناها ايه؟ ريتيرن ايه؟ ريتيرن فاليو.
او بكتب void. المخرجات او بكتب void. يعني ايه void؟ يعني مفيش مخرجات. انا دايما ايه؟ بكتب المخرجات بتاعتي او بكتب كلمة void. كلمة void معناها ايه؟ مفيش مخرجات. ببدأ ازاي؟ ببدأ بالمخرجات. ببدأ دايما هنا في الترتيب الجديد ببدأ بالايه؟ بالمخرجات. سيبني موبايل فين ده بقى. ببدأ بالمخرجات. اول حاجة ببدأ بيها ببدأ بالمخرجات. مش بكتب المخرجات في حد ذاتها، بكتب نوع المخرج ايه؟ نوع بيانات. دي فلوت شارت؟ لا مش فلوت شارت، ده كود. بس انا برتبه لك واحدة واحدة. افهمني الأول وبعد كده تشوف هتكتبه ازاي. خلاص؟ يبقى أنا أول حاجة لو البرنامج بتاعي، لو البرنامج بتاعي اشوف الاول ايه مخرجات البرنامج ده هيخرج لي ايه. لو قلت لي ده البرنامج ده بيتم عملياته ما بيخرجش حاجه يبقى دي كلمه ايه؟ void. void كلمه void. طب void دي معناها ان هو ما بيخرجش حاجه، بيعمل عمليات معينه وخلاص. طب لو بيخرج بقى ايه؟ بيجمع رقمين يبقى بيرجع ايه؟ رقم مثلا، بيرجع رقم. لو بيرجع رقم يبقى نوع البيانات ايه؟ اقول بقى نوعه بقى نوع البيانات ام، نوع البيانات دبل، على حسب نوع البيانات اللي هيخرج. بحدد نوع البيانات اللي هيخرج او بكتب void معناه مش هيخرج حاجه. يعني مثلا لما كنت في البرنامج هو بيرجع لي اسم الموظف، اقول هنا ايه؟ اقول هنا ايه؟ بيرجع string. اقول بيرجع ايه؟ لان بحدد نوع البيانات اللي هيرجع، بحدد نوع البيانات اللي هيرجع بس، بحدد نوع البيانات اللي ايه؟ اللي هيرجع. طيب لو في برنامج تاني مثلا زي برنامج مثلا دايره، برنامج هو بيقيس مساحة وحجم الدايرة. برنامج بيقيس مساحة وحجم الدايرة هيرجع ليا ايه؟ خلي لك برنامج صغير اسمه مساحة الدايرة. وفي برنامج تاني اسمه مساحة الدايرة. احنا قلنا اصلا الفكرة كلها انك بتقسم البرامج بتاعتك لبرامج ايه؟ برنامج اسمه بيقيس مساحة الدايرة. برنامج بيقيس مساحة الايه؟ مساحة الدايرة. طيب البرنامج دوت بيرجع ايه؟ رقم. الرقم ده كسر صح ولا صحيح ولا صحيح؟ كاس. يبقى نقول ده صار دبل. خلاص كده انا هكتب كلمه دبل. اما لو برنامج تاني زي برنامج السيف وبياخد البيانات بتاعتك بيسيفها جوه الهاتف يبقى بيرجع ايه؟ يبقى بيرجع ايه؟ بويد. يبقى واكتب كلمه ايه؟ بويد. ما بيرجعش حاجه. خلاص فهمنا اول لقطه. اول لقطه بنحددها ايه هي؟ سيب دلوقتي ازاي هنكتب الكلام ده على البرمجه مالكش دعوه. خلاص؟ يبقى اول حاجه بنحددها هي دي. يبقى دي اول حاجه تتحدد. دي اول حاجه بتحدد. وبعد ما بحدد دي خلاص، تاني حاجه بحددها هنا ايه؟ عمليات. لا، اسم الوظيفه. يبقى تاني حاجه بحددها هنا ايه؟ طبعا كل حاجه ما بينها مسافه، تتخيل كده عشان تبقى كل حاجه ايه؟ مستقله بذاتها ليها معناها المختلف. يبقى الاول بحدد كلمه void او نوع البيانات اللي هيرجع، ياخد مسافه. بعد كده بكتب اسم الايه؟ اسم الوظيفه. طبعا اسم الوظيفه انجليزي وبدون مسافات، حته على بعضيها لوكشه واحده، سميها اي اسم لوحده على بعض. خلاص كده؟ طبعا الاسم ما ينتقش برقم وكلمه اللي ملوش لازمه. خلاص؟ اسم الوظيفه بيتكتب هنا كده بشكل مباشر. نعم. معلش انا اسف، انت جاي متاخر اصلا خالص. والله لسه واصل حالا دلوقتي مسافر. حاول تقط اللي انا بقوله دلوقتي عشان ما تعطلنيش. طب معلش يعني ايه؟ باخد مسافه في اسم الوظيفه. قال ايه اسم الوظيفه ده؟ يعني مثلا لو احنا بنعمل ايه؟ الدايره. فبعمل المساحه وعامل ايه؟ اسم الوظيفه اريا. اسم الوظيفه ايه؟ يعني ايه اريا؟ المساحه. كده؟ الحجم. البريمتر يعني الحجم ماشي. طيب بلاش دي. لو انا بعمل الاله حزم بس قلت لك دي بقى قلت لك النظام الجديد. خلاص؟ وعايز اعمل زرار الجمع، يجمع رقمين. يبقى اسمه اديشنال، صح؟ ممكن اسمي الوظيفه الاولى او جاي على اسمها مسميها اد او اديشنال جمع، المهم. خلاص؟ يعني الناقص سبتراكشن، اسمي الوظيفه دي اسمها ايه؟ وظيفه الطرح، صح؟ وظيفه الايه؟ اسمها سبتراكشن او سب. وخلاص. مالتبليكيشن اسمها مالت مثلا. واخد ده الرقمين الى اخره. انا بقى بحاول اختار اسم للايه؟ للوظيفة. مثلا انا بعمل ملف في الموظفين، ممكن عنده وظيفة اسمها سيف، اسمها كده اسمها سيف. اللي هي بتقوم عملية الحفظ. فاهمين الفكرة؟ بسمي الوظيفة اسم، بسمي البرنامج الصغير اسم.
طب وبعدين؟ قال لك وبعد كده بفتح قوس كده واقفل القوس كده في الاخر. زميلي بس السؤال حلو قوي قوي وانا بعجبني الاسئله دي جدا. بيقول ايه؟ افتح قوس كده واقفله من غير ما اكتب حاجه؟ ممكن تفتح القوس وتقفله من غير ما تكتب حاجه. اقول لك ايه؟ اقول لك المهم يبقى في قوسين. ما بين القوسين بنكتب المدخلات الانبوتس البارامتر الارجمنتس. كل دي اسمها صحيحه خلاص. لكن بالنسبه لنا احنا خلاص كده المفروض نقلب يا ارجمنتس يا بارامترز. ما تقولش كلمه غير دول. يبقى ما بين القوسين بنكتب الايه؟ الارجمنتس او البارامترز. معايا؟ طب لو البرنامج ملوش مدخلات القوسين يتعملوا كده واحد مفتوح بقى مقفول على طول نفس المكان وفاضي. يبقى ده المكان اللي احنا بنحط فيه الايه؟ المدخلات بتاعتنا. يبقى ده المكان اللي بنحط فيه المدخلات بتاعتنا. لو كان البرنامج ملوش مدخلات يبقى افتح قوس واقفله. على طول في ساعتها. خلاص يبقى هنا المفترض احنا بنحط ايه؟ بنحط تعريف المدخلات بينهم كوما. ايه اللي عملته؟ تعريف المدخلات بينهم كوما. اللي احنا سميناها ايه المدخلات دي؟ بارامترز. خلاص يبقى ما بين القوسين دول بعرف المدخلات. يعني مثلا ايه؟ مثلا لو نفترض ان احنا بنعمل برنامج بيجمع رقمين اللي هو اديشنال اللي هو اضافه او الجمع، يبقى المدخلات بتاعتي كام حاجه؟ رقم واحد ورقم اثنين. الرقم الاول والرقم الثاني. صح، الرقم الاول والرقم الايه؟ لو احنا مثلا بنعمل برنامج بيجمع اي رقمين سواء صحيح او كسر، بعمل دبل ان او 1 كوما و دبل ان او 2 كام؟ مش كده بس. يبقى كده انت عرفت برنامج اسمه اد وبياخد رقمين ويجي عشان وهيقول ده هنعمله ازاي. خلاص كده بس الطريقه لو انت رتبتها في دماغك هتلاقي نفسك ماشي ما عندكش اي مشكله خالص. بس اهم حاجه تفهمها كويس. مش كده بقول لك اهم معمل النهارده الساعه ونص، اهم معمل في السنه كلها هتفهم اللي انا بقول ده. خلاص طيب حلو. انا بحدد المدخلات ما بينهم كوما اللي هم البارامترز بتاعتي. طب حلو ماشي. وبعد كده البرنامج بتاعي بيبدا بالقوس ده وبينتهي في الاخر بالقوس ده. قوس البلوك كده ادي البرنامج ادي بدايته وادي نهايه الايه؟ ممكن تعمل برنامج كده بنفس الطريقه، برنامج كده بنفس الطريقه، برنامج رابع، برنامج خامس، برنامج 20 نفس الطريقه. خلاص لحد نوع البيانات اللي هيرجع او فويد لو مفيش حاجه هترجع. اسم الميثود اساسي اللي مش عارف ارد عليها يبقى لازم انت لا تلاقي مش عارف تستخدمها يعني. وجنبيها ايه؟ ما بين قوسين مدورين المدخلات بتاعتك ده لو كان فيه، لو ما كانش فيه افتح القوس واقفله البرنامج يتطبق تعدله. قلتله كده؟ تاني كده؟ لا خلاص ما عليك. هي تيجي مره واحده. خلاص؟ نفتح قوس ونقفله على طول. وقوس المجموعه البدايه باصص اليمين، قوس المجموعه النهايه باصص للشمال. تكتب انت الاكواد في النص هنا. إيه؟ طبعا الاكواد اللي هي عمليات، العمليات هي كل اللي احنا خدناه بقى. عيش بكل اللي احنا ايه؟ كل اللي احنا خدناه. مش اي مشكله خالص اللي احنا خدناه كله. اكتب بقى جمل تعريفات متغيرات، جمل اكسبريشنز، جمل اف سويتش، كونديشنال ترينري، فور، وايلد، وايلد اللي انت عايز تكتبه بقى جوه البرنامج بقى. برنامج بقى حسب الشغل بتاعك. خلاص؟ يبقى هنا مجموعه من الاوامر على حسب البرنامج. صح؟ مجموعة من العمليات على حسب الوظيفة. صح؟ كل ايه مجموعة من العمليات على حسب الايه؟ على حسب الوظيفة. وفي الآخر طبعا سيمي كولن. خلاص كده؟ وبعدين بس كده خلاص قال لك لا في حاجة أخيرة إن أنت بتعمل هنا كلمة ريتيرن وبنحط هنا ايه؟ القيمة
المعادة. هي دي بقى المخرجات بتاعتك. هنا نوعة بس. خد بالك بقى. فوق انا بحدد اللي هيرجع ايه. خلاص؟ بحدد نوع اللي هيرجع ايه بس. لكن تحت هنا برجع اللي انا عايزه. برجع اللي انا ايه؟ اللي انا عاوزه. طب هل ممكن نوت؟ طبعا. السؤال طبعا يعني غشيم شوية معلش. ممكن برنامج يبقى من غير ترن؟ اه طبعا. لو انا عامل فوق فويد يبقى مفيش ايه؟ مفيش ريتيرن. يبقى جمله ريتيرن ما بتجيش مع فويد لان كلمه فويد معناها مفيش حاجه هترجع. تيجي تكتب لي ريتيرن في الاخر ما ينفعش. خلاص يبقى الحته دي بالنسبه لنا الحته المربع دي مالها اوبشنال برضه مش مكتبهاش. لو انا محدد فوق فويد انا تحت ما اكتبش ايه حاجه هترجع. ما اكتبش حاجه هترجع. خلاص. طيب سؤال تاني. فوق كلمة فويد او نوع بيانات انا بحدد الحاجة اللي هترجع نوعها ايه؟ صح؟ لكن بعد الريتيرن بقول الحاجة اللي هترجع ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال ناخد مثال احنا تقريبا عملنا الايه؟ البرامج الصغيرة. فبنتكلم على برامج صغيرة كده. كل فكرة البرنامج الصغيرة قدام عينيك دلوقتي. بص عليا كده لما اجي اعمل برنامج مثلا على سبيل المثال. البرنامج ده بيجمع رقمين وبيرجع مجموعهم. حد يقول لي اول حاجه حددها اللي هو نوع البيانات اللي هيرجع نوعه ايه؟ دابل. خلينا في الارقام يجمع معايا ارقام واخد مسافه. اسم الوظيفه وظيفه الاضافه. اقول له مثلا ايه؟ اسميها ان. في مدخلات؟ رقم الاول والرقم الثاني. صح. فهو عامل قوسين كده اقول له اهو يا عم يبقى في هنا دابل. دابل ليه دابل؟ انه بكر الرقم الاولاني ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون كسر. واسميها ايه اسم؟ اكس واي زد ان او 1 نمبر 1 نم 1 اللي انت عايزه. ماشي يبقى ان او 1. خلاص كده. يبقى كده البرنامج دوت ليه كم مدخل؟ مدخل واحد. اسمه ايه؟ ان او 1. نوعه ايه؟ نوعه دبل. بس خلاص كده. قول له لا وعايزين مدخل تاني يبقى اعمل كوما وايه واقول له واحد دبل كمان هنسميه ان او ايه؟ ان او 2. يبقى انا كده عرفت. مثل يعني ايه؟ وظيفة او برنامج صغير. عرفت برنامج ايه؟ برنامج صغير اسمه اد. ده لما بيشتغل بيرجع نوع بيانات اسمه نوعه ايه؟ دبل. نوع بيانات اسمه ايه؟ دبل. وليه مدخلين ان او 1 وان او ايه؟ وان او 2. صح كده؟ وابدا ادي بدايته وادي نهايته. واكتب هنا الكود. واكتب هنا الايه؟ الكوب بتاعنا للاسف هو سطر واحد سهل قوي. هيرجع الاولاني زائد الثاني. خلص البرنامج. يعني مفيش فيها فكره خالص. يعني هعمل ايه؟ هقول له ريتيرن ال ان او 1 زائد ال ان او 2 وخلاص. يعني هو العمليه هي الجمله اللي هترجع هتقع على بعضها. رجع ان او 1 زائد ان او 2 خلاص. اه سبحان الله الحاجه الوحيده اللي فهمت بالله. خلاص غيرت ان او 1 زائد ان او 2 خلص البرنامج. بس كده. شفت الترتيبه الجديده بقت عامله ازاي؟ مختلفه تماما. لسه الترتيب ما خلصش. لسه انا عايز اعمل لك الترتيب كله. لسه ما جايب اعمل لك تمرين كامل في الاستصعاب الفكري. دكتور حضرتك كنا بنعمل البرنامج ده الاول كده. بص كده. عرفنا مدخلات اعرف دبل ان هو 1 عملناه دبل وان 2 عملناه دبل. اه بس ازاي بقى هستدعيه وازاي يطلع على الشاشه والكلام ده واحده واحده. الاول نكتب الكود الايه؟ الكود الرسمي الاول بعد كده نبدا نقول عايزين نطلع على الشاشه عايزين نحطه هنا عايزين نعمل مش عارف ايه الكلام ده واحده واحده. مش انا ممكن اعرف مدخلات ثالث اقول له صبر مثلا المجموع الاثنين واقول له رجع لي صبر. زميلنا بيقول حاجه ثانيه. هل ممكن اعمل كده؟ ايه هو؟ قال لي انا اعرف متغير نوعه دبل واسميه الصم يعني المجموع واجي اقول ان الصم بيساوي ان او 1 زائد ان او 2. ماشي. وفي الريتيرن بقى اقول له ريتيرن مين؟ ريتيرن الصم. اعملها كده صح ولا غلط؟ قلت له صح 100%. بس انت عملت زاويه ودنك منين يا روح؟ زودت خطوه ايه يعني؟ عرف المتغير وجمع الاثنين حطهم جواه وبعدين قال لك المتغير الجامع اهو فضل كل ستيرن.
او اقول له رجع لي هم الاثنين جنب بعض وليك معايا وابعت على طول عشان مش خالص. طب لو عملت دي في الامتحان هعمل معاك ايه؟ هديك صح لو عملت الامتحان هديك صح الاثنين صح. خد بالك بقى عشان من اول ما نعمل الطريقه دي الطريقه دي ممكن تلاقي سؤال واحد في 20 حل مش مشكله طالما انت ماشي على القواعد الاساسيه اللي انا بحكيها لك دلوقتي. طالما انت ماشي على القواعد الحقيقيه اللي انا بقول لك عليها دلوقتي مش عندي اي مشكله. تمام الطريقه دي تتشقلب مفيش عندي مشكله خالص. بس المهم لما اجي اقول لك اعمل ميثود اسمها كذا وبتاخد كذا وترجع كذا اعملها لي. رتب بقى الكود بقى عرفت من غير ما اعرفش من غير مش عارف ايه كده خالص. خلاص كده طالما انت ماشي على الايه؟ على المبدا الاساسي. على المبدا الاساسي. طيب يعني لو قلت لكم سؤال تاني كده ممكن حد يحله معايا؟ وظيفة تانية كده غريبة شوية. بعدين وظيفة تانية كده. الوظيفة دي بتاع السرير. الوظيفة دي بتقول ايه؟ عايزين نعمل مثلا برنامج كل اهميته طبعا انت بتتخيل ان احنا عارفين الكود. مش مهم معانا دلوقتي الكود ده بنفسه. لما تبقى عارف بتترتب ازاي اللي بيعمل سيف للبيانات ده بياخد رقم الموظف اسم الموظف ومرتبه خلاص بيرجع ايه بيرجعش هم بيحفظوا جوه الملف بيحفظوا جوه الايه جوه الملف وخلاص ولا اكتر ولا اقل مش عارفين ازاي الكود بتاع يحفظ مش مهم اعملها ازاي بقى اول حاجه فويد لانه ما بيرجعش ايه حاجه هتسميه ايه قلت له هسميه سيف ايوه ايه؟ اول نوع ايه؟ صباح النوم وهنا احد الحاجات هتخش اللي هو رقم الموظف واسم الموظف ومرتبه يبقى رقم الموظف انت اللي هو ايه؟ امب يعني امبلوي يعني موظف امبلوي يعني موظف امب اي دي امب اي دي بالنسبه لي هو ايه؟ رقم الموظف اسم الموظف يبقى نوعه ايه؟ string imp name اسم الموظف فيها مشكله كده اخر حاجه مين المرتب ده طبعا رقم ممكن فيه كسر نقول دبل ها سالري يعني الايه المرتب وادي بدايه الكود وادي نهايه الايه وادي نهايه الكود وهنا اكتب بقى الاوامر هنا طبعا العلامتين دول معناهم ان الكود ده كانه مش مكتوب العلامتين دول كل اللي بعديه اكنك بتقول البرنامج ماكش دعوه باللي هكتبه بعديه ده ما تفهموش ده عباره عن حاجه انا بس ايه بفكر نفسي بس بحاجه لكن مش برمجه يعني مش برمجه تكتبها بالعربي تكتبها بالانجليزي زي ما انت عايز هنا هنا بنكتب كتابه الاكواد بتاعه الحفظ بقى ايا كانت ايه هي ما اعرفش مش مهم المهم ان الترتيب بتاع الميثود سليم ان كده الترتيب بتاع الميثود سليم ميثود خلاص اتفقنا يعني ايه برنامج سوايب خلاص كده فيها مشكله طيب كمل المعلومتين المهمين قوي عشان نبدا ناخد التمرين على بعض انا كده افترضنا وده الطبيعي ان البرنامج بتاعي ما بيبقاش قطعه واحده ما بيبقاش حتايه واحده بيبقى حته احنا لو خدنا برنامج صغير زي مساحه ومحيط الدايره هتلاقي ان في برنامج صغير اسمه مساحه الدايره وبرنامج صغير اسمه حته الايه؟ حته الدايره حته صغيره وحته ايه؟ حته صغيره صح ولا لا؟ هما الاثنين بيتكلموا عن موضوع واحد الا وهو الدايره عموما صح ولا لا؟ قال لك اه لو انت عندك مجموعه من الميثود مجموعه وظائف مرتبطين مع بعض ريليتد مع بعض عندي مجموعه وظائف الوظائف دي كلهم هما الثلاث اربع وظائف دول بيقوموا بعمليه واحده اصلا بيتكلموا عن الدايره بيتكلموا عن مش عارف ايه بيتكلموا عن حاجه عن موظف عن بيانات الموظف زي مثلا ممكن نتكلم عن بيانات الموظف في حاجه اسمها سيف في حاجه اسمها ديليت احذف بيانات الموظف حاجه اسمها تعديل المرتب ابديت السالري حاجه اسمها مش عارف ايه كل دول اسمهم بيتكلموا عن مين؟ الموظف عن الموظف قال لك اه كل مجموعه ميثود اكتبها كل مجموعة
وظائف او ميثودز خلاص عرفناها تخص موضوع واحد، يعني 3 4 ميثودز بتخص الموضوع. مثلا لو البرنامج بتاعي مثلا في 3-4 ميثودز، 3-4 عمليات او وظائف بيخصوا موضوع واحد، وعندي 5-6 عمليات تانية بيخصوا موضوع تاني، احطهم على بعض وتبقى زيطة. قالك لا، احنا قلنا بقى احنا عندي طريقة اصلا لترتيب الاكواد، فمش معقولة عدت عليهم، مش معقولة عدت عليهم ان هم يبدأوا يعقوا كده، اكيد ليها ترتيبة. قالك جمع التلاتة دول مع بعض، وجمع الخمسة ستة دول مع بعض. بجمع التلاتة دول مع بعض في حاجة اسمها كلاس، بجمع التلاتة اربعة دول مع بعض في حاجة اسمها ايه؟ كلاس. يبقى كل مجموعة وظائف تخص موضوع واحد تجمع داخل كلاس. يعني بالعربي ما اعرفش. لا عيب عيب عيب، بيجمعوا مع بعض جوه كلاس بس خلاص. يبقى لو جيت قلت بقى بالمفهوم المقلوب وقلت لك يعني ايه كلاس، ده بقول دي ايه؟ هو حاويه اي حاجه بتجمعهم حاويه لمجموعه من البرامج الصغيره اللي بتخص فكره واحده. ايه هو حاويه؟ يعني حاويه حاجه بتضم، اقول بقى هو ايه؟ هو مكون او حته سليم، مكون كومبوننت، يعني مكون يضم مجموعه من الوظائف او البرمجيات الصغيره، صح كده؟ مجموعه من الوظائف او البرمجيات الايه؟ الاستخدامات ايه؟ تخص مفهوم واحد او موضوع واحد. لازم تخص موضوع واحد او مفهوم ايه؟ او مفهوم واحد. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يعني مثلا انت بتاخد قواعد بيانات، فاهمين حاجه قواعد بيانات؟ مش فاهمين حاجه قواعد بيانات. طيب يبقى لازم تكون ساعه قواعد بيانات، انت مش فاهمين فيها حاجه. تيجي تعمل جدول مثلا، جدول ايه مثلا؟ بديك مثال. موقع مثلا جدول ايه؟ جدول موظف مثلا، صح؟ جدول موظف، تحط فيه رقم موظف، اسم الموظف، تاريخ الميلاد، مش عارف ايه 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 ايه، صح كده؟ دي كلها بيانات. البرمجه عندنا مش بيانات، البرمجه عندنا عمليات. ما بنتكلمش ايه الموظف ده بيانات وايه، لا. عمليات اللي هتتم عليه ايه؟ العمليات اللي هتتم عليه ايه؟ يعني خلاص عرفنا ان هو رقم موظف واسم موظف ومرتب. ايه بقى العمليات اللي هتتم؟ لا عمليات كتير قوي. اضافه البيانات في الداتابيز، حسب الداتابيز، تعديل بيانات الداتابيز، الكلام ده كله. استرجاع بيانات الداتابيز، دي عمليه. كل عمليه من دول احنا بقى متخصصين بقى في البرمجه. بس كده لا، ممكن ايه؟ مجموع المرتبات، متوسط المرتبات، اي عمليه من العمليات دي كلها اقدر احطها دوت ايه؟ كميثود. يعني كل واحد يكون عباره عن ايه؟ عباره عن وظيفه معينه، عباره عن ايه؟ مجموعه معينه. اقوم جامعهم جوه كلاس. طالما اضافه، اضافه موظف، تعديل، تعديل موظف، حذف، حذفات موظف، مجموع الايه؟ مجموع المرتبات بتاعت الموظف، متوسط المرتبات بتاعت الموظف، صح؟ اسمع بقى، كل واحده من دول عباره عن ايه؟ ميثود، صح؟ لا، كل واحده من دول عباره عن ايه؟ عن ميثود. يبقى دول كلهم بيخصوا حاجه واحده اللي هي مين؟ الموظف. اعمل يا ابني انت لو اتكلمت انا هطلعك بره الدورتين. اليوم مره نبهك انت اهو. يبقى الخمس ست ميثودز دول، خمس ست ميثودز دول اجمعهم جوه كلاس. اسمه ايه؟ كلاس الموظف. كلاس الموظف. يبقى جمعت مجموعه من البرمجيات الصغيره اللي بتخص مفهوم واحد او موضوع واحد، ممكن تقول كيان واحد. ممكن تقول كيان واحد عادي. ممكن تقول كيان واحد، تخص كيان واحد، اجمعهم كلهم جوه ايه؟ جوه كلاس واديله اسم. جوه كلاس واديله ايه؟ اسم. طب بالنسبه للبرمجه بعملها ازاي؟ البرمجه ما فيش اسهل من كده. عشان تكتبها كود برمجه بتكتب كلمه كلاس مسافه اسم، بلاش اسم الكلاس، اسمه اسمه، وادي قوس البدايه وادي قوس الايه؟ قوس النهايه. وفي النص بقى مفيش اي حاجه، حط الميثودز ما بين البدايه وما بين النهايه. كل الميثودز اللي عندك حطها ما بين البدايه وما بين الايه؟ ما بين النهايه وما بين البدايه. فيها مشكله كده؟ بحط هنا ايه؟ مفيش هنا كوب بتكتب بعديها كده.
مفيش. ممكن تحط هنا تعريف متغيرات. هنا اول حاجه ممكن تحط تعريف بنسميها احنا هنا بنسميها فيلدز. احنا بنقول لك فيلدز معناها متغير جوه الكلاس، معناها متغير جوه الايه؟ جوه الكلاس. وبعدين هنا بقى ايه الميثود الاولى زي ما انت عايز بقى. الميثود الميثود الاولى حط الميثود الثانيه زي ما كنا بنعمل بقى عادي. رص بقى الميثود بتاعتك بس، لكن الكلاس في حد ذاته مش حاجه. حاجه بس مكان مش الموضوع الاجروز نفسه ما فيهوش ايه. كل ما البرنامج يكبر لازم تكشف التالي. ليه بقى؟ لا رخمه ايه؟ تاخد يلا بس خلاص. كل طبعا مش عايز اتكلم عن موضوع النظري وايه اهميه الموضوع ده وايه ترتيبه وهيجيلك ايه في البرمجه والكلام ده، عشان مش وقت الكلام ده. خلاص ممكن تسمعوه في المحاضره ولا حاجه. لكن من اهم الحاجات في الكلاسز التكنيك كلاسز يعني عندي بس مناقشة بس ايه تفهم اهميته ايه. اولا حاجه اسمها ريوز. يعني ايه ريوز؟ اعاده الاستخدام. لا عملت اسمها ميثود. لو انت عايز تكتب الكود ده 5 6 مرات هتنادى على اسمها 5 6 مرات بالطريقه القديمه تكتبها 5 مرات. يعني توقع ان الميثود فيها 5 سطر. توقع ان الميثود فيها 5 سطر. والبرنامج بتاعك كبير وبتستخدمها كتير، 3 4 اماكن قول في 4 اماكن مثلا، يبقى هتكتب الكود كم مره؟ 5 × 24 سطر. هم اصلا كلهم كانوا 5 سطر. توقع بقى انك لقيت عيب بقى في الطريقه دي، قلت انا عايز بس ايه يعني انتجر دي او انتجر دي عايزين نحولها دبل. عشان ايه؟ لان ممكن تخش ارقام فجاه سريه. تعمل ايه؟ تروح تصلح الـ4 5 اماكن. هنا هنا هتروح صلحت مكان واحد بس، انتهت الموضوع كده. كل الاماكن هتلاقيها ظبطت نفسها لوحديها. لان مكانها مركزي. مركزي يعني ايه مكان واحد مش مفهوم اكتر من مكان. اي تعديل كل اللي انت بتنادي بيها ايه هيتعدل لوحده. والميزه لما تيجي تستخدمها 4 5 مرات هتكتبها كم مره؟ هتنادي بس اسمها 4 مرات او 5 مرات. لو 20 مره تنادي على اسمها 20 مره بس. هقول ازاي دلوقتي؟ ازاي تنادي دلوقتي؟ انا هقول دلوقتي بس. انا بس حبيت اوريك فكره واحده بس، ميزه واحده اللي احنا بنقول ده. لو غيرته هيتسمع في كل البرنامج كله من غير بقى ما اعرف بقلب واروح اصلح في كل الاماكن لو برنامج كبير. خلاص في برامج بتوصل لاكثر من 100 شاشه و200 شاشه وكلام من ده. مش فيها هزار. اصلا اللي قاعد بيبرمج ما بقاش فاكر اسماء الشاشات بتاعته اساسا. شاشه بيعملها ويجربها وتستاهل تمام شغاله حلو، ارمي من دماغك نسيها اصلا. خش بغيره. ولما غيره يكون في حته كده شبه اللي فاتت هيروح ينادي على اللي فاتت، مش هيقعد يعملها له جديد لان هيقعد 100 سنه. خلاص؟ طيب. دكتور ده انا هسال سؤال. عشان ممكن اعرف متغيرات فوق قبل المسمى بستخدمها جوه المسمى في المغيرات كده؟ ايه الميزه بقى؟ ايه الميزه يا زميلي بيسال سؤال؟ طب ما المتغيرات دي كده كده كنا ممكن نعرفها جوه الميثود، صح ولا لا؟ تعريف المتغيرات ده ممكن نعرفه جوه الميثود. طيب بس في ميزه هنا. لو عرفت المتغيرات هنا جوه الكلاس يبقى اي ميثود تقدر تشوفه. كل الميثودز بقى اللي جوه الكلاس مع بعضيهم دول يقدروا ايه؟ يقدروا يشاركوا مع بعضهم، يقدروا يشاركوا ايه؟ يقدروا يشاركوا مع بعض. يعني لو اي متغير هنا فوق جوه الكلاس يبقى اي ميثود جوه الكلاس تقدر تشوف المتغير ده. تقدر تشوف الايه؟ بيسموه متغير عام. بيسموه متغير ايه؟ عام انه معروف جوه كل ميثود خاصة. اي ميثود تقدر تستخدمه طبعا هي جوه نفس الايه؟ الكلاس. جوه نفس الكلاس، طبعا هي جوه نفس الايه؟ الكلاس. طيب. سؤال، افترضنا قلنا البرنامج كبير اكتر زي مثلا برنامج للمعهد مثلا، هلاقي ان في شويه كلاسات، كلاس بتاع طالب، كلاس بتاع دكتور، كلاس اللجنه الدراسيه، كلاس الامتحان، كلاس مش عارف ايه، 5 6 كلاسات كده. اليومين دول بس انا بعمل المعهد كله، فلاقي نفسي ايه؟ لا ده في كلاسات ثانيه تحت، فشوف الموظفين، في الموظف
ومرتبه والخصومات ومش عارف من ايه والكلام ده كله والحضور والاستراف بتاعه صح. لا مجموع الكلاسز ايه؟ ثانيه معناها في نفس الايه؟ نفس المكان في نفس المكان بس ثلاث اربع كلاسات مع بعضيهم بيخصوا موضوع الطالب والدكتور والماده والامتحان بتاعه. ومجموع الكلاسز الثانيه الموظفين وبيشتغلوا امتى ومرتباتهم وخصوماتهم وحوافزهم ومش عارف ايه وحضورهم وغيابهم و صح لا واجازاتهم والكلام ده كله كله على جنب ايه؟ ثلاث اربع كلاسات برضه لوحديهم. قال لك تعمل ايه؟ قال لك تجمع الخمس ست كلاسات مع بعض خلاص؟ ونسميهم حاجه اسمها نيم سبيس. نسميهم حاجه اسمها ايه؟ نيم سبيس. نسميهم حاجه اسمها نيم نيم سبيس مع بعضهم كده نيم سبيس. الكلاس بيلم الافكار بيلم الوظائف او البرامج الصغيره. اللي مستزق بيلم ايه؟ بيلم مجموعه كلاس. طب بيكتب جواه كواد؟ لا خالص ولا حاجه. هو كل وظيفته انه يشيل مجموعه من الايه؟ مجموعه من الكلاس مع بعضيهم وهم بيخصوا حاجه معينه جنب بعضيهم يبقى كيجوال. ساعات بنسميها في البرمجه دي اه ساعات بنسميهم في البرمجه باكج. ساعات بنسميهم في البرمجه ايه؟ باكج. يعني لو انت جيت قلت نيم سبيس او كلمت حد تاني بيسمي لهم برمجه ثانيه قلت باكج هتلاقيه هو فاهم الاثنين معناهم ان هم الاثنين زي بعض. نيم سبيس يعني باكج يعني باكج يعني بجمع كل مجموعه كلاسز باكج مع بعضيهم كل مجموعه كلاسز باكج ايه؟ باكج مع بعضيهم. طيب نيم سبيس بتكتب الكود بتاعها ازاي؟ بسيطه جدا يعني ما فيهاش اي اكواد خالص. تعملها ازاي؟ تكتب كلمه نيم سبيس تدي لها اسم وادي بدايتها وادي نهايتها وايه اللي جواها؟ كلاس في مكان تاني كلاس تاني برضه نفس النيم سبيس ما بينهم وبين نفس النيم سبيس. يعني مثلا ملف النيم سبيس اسمه مثلا ايه؟ الستودنتس ملف الستودنتس ماشي هنسميها الستودنتس مثلا طلاب او الستودنتس سكورز طلاب ودرجاتهم معاهم بقى المواد ومعاهم القصه دي كلها واعمل نيم سبيس اسمها الستودنتس سكورز بفتح بوست قبل بوست واعمل كلاس جواها اسمه ايه؟ الستودنت في ملف واحط ملف ايه؟ ملف تاني برضه نيم سبيس اسمها الستودنت سكور اسمها الستودنت ايه؟ سكور وما بينها جو كلاس جديد اسمه الدكتور واعمل ملف تاني برضه اسمه نيم سبيس اسمه ايه؟ الستودنت سكور جواه كلاس اسمه السبجكت الماده وافتح تالت رابع وحاجه كده معناه ان الاربع خمس كلاسات دول انت عملتهم دول في ملفات مختلفه حاجه واحده مجتمعين مع بعض تحت نفس النيم سبيس تحت مين؟ النيم سبيس خلاص كده؟ كل واحد يقعد يفتح في قوس البدايه وقوس الايه؟ النهايه. تعالى بعد المفاهيم دي ناخد مثال. تعالى بعد المفاهيم دي ناخد ايه؟ مثال كده صغير على اللي احنا على المفاهيم اللي احنا قلناها بس. ليكن برنامج بسيط جدا برنامج آلة حاسبة. بس عايزين نعملها بالاسلوب الجديد. عايزين نعملها بالاسلوب الايه؟ الاسلوب الجديد. خد بالك من حاجه اللي بتتعلمه دلوقتي ده في غايه الخطوره لان مش بس سي شارب لما فهمه كده لغات التانية كلها بنفس المفهوم جافا تلاقي ماشي نفس الفكره سي بلس بلس نفس الفكره لو حاولت تبرمج ويب شاف نفس الفكره حابب تبرمج موبايل ابلكيشن نفس الفكره اندرويد بقى اي حاجه نفس الفكره فانت بتتعلم دلوقتي اساس برمجه حاول تسيبه قوي قوي خلاص تعال نشوف برنامج بسيط وتشوف هنعمل فيه ايه ايه ده مال اه طبعا مش الجافا بس اللي بتقدر تعمل برامج موبايل والسي شارب بس برامجها تعبانه خلاص الابلكيشن بتاعتها كلها متوجهه للموبايل للالعاب وكلها كلام فاشل خلاص غير بقى الاندرويد والاي او اس وبعدين اندرويد والاي او اس بيبقوا متوجهين بقى للافكار بقى بشكل افضل بكتير لكن اللي احنا قلناه ده يعني هو والجافا ما يفترقوش عن بعض كتير صوت السي شارب قريبه جدا من لغه الجافا الاثنين تقريبا شبه بعض خالص كسنتكس حتى الان فاكر كده من فايل نيو بروجكت
اتاكد ان انا الاول سي شارب واتاكد ان انا ويندوز فورمز ابلكيشن اللي بترغي سماه ويندوز فورمز ابلكيشن 3 قلت له كالكوليترز ليه الاله الحاسب او كالكوليتر بس الاله الحاسب اسمه ويندوز فورمز ابلكيشن كالكوليترز او ممكن اسميه اسم تاني واحد يقول لي انت مهتم قوي بالاسم ليه كده المره دي ولا مش هيفرق معانا قدام من اول بقى نبدا في الطريقه دي بيبقى مختلف معانا سميته كالكوليتر ابلكيشن يعني تطبيق الايه الاله الحاسب ده اوكي ماشي طيب عايزين اول حاجه نعمل كلاس عايزين نعمل كلاس للآلة الحاسبة نعمل عمليتين بس الإضافة والإيه والطرح الجمع يعني والطرح بس الوظيفتين دول وظيفتين أساسيتين تعال نمشي بنفس الأسلوب اللي احنا اتعلمناه ونشوف هنعرف نعملها ولا لا عايزين نضيف كلاس هتعمل إيه نعم في لا من قائمة بروجكت وأقول له ضيف كلاس أد كلاس يعني ضيف إيه ديف كلاس خلاص بنكمل بروجكت واد كلاس مهم جدا عشان ده يبقى ملف ما هوش حاجه على الشاشه من التول بوكس لا ده ملف اهو قال لي كلاس هسميه لك كلاس 1 قلت له لا اسميه ايه كالك سميها ايه كالك بس خلاص كده مش كالكوليتور كالك ده اسم الكلاس بتاعي ده اسم الكلاس ايه بتاعي قمت دايس ايه اد هنبدأ نفهم برمجة كويس دلوقتي طيب ماشي والله النيم سبيس احنا عارفينها سماها كالكوليتور ابليكيشن بنفس اسم المشروع اللي تقريبا كل بروجكت ليه نيم سبيس واحدة تقريبا كل بروجكت ليه نيم سبيس ايه نيم سبيس واحدة حلو وجواه كلاس كلام جميل اسمه كالك طب والوظائف اللي جواه فاضية لسه فاضية لسه طب ما تقول لنا وحياتك بالمرة ايه اللي فوق دول عشان نبقى عارفين كل اللي في الملف بالظبط قالك ايه انت وكتبت في البرنامج تكتب الاكواد الحاجات بتستدعيها انت مش كل الاكواد دي من تأليفك مش كل الاكواد دي من تأليفك انت عشان تعمل مثلا تسيب ملف زي الملفات اللي بتاعت النوت باد دي يعني زي ما فات بتستخدم حاجات هم عاملينها لو انت عايز تسيب جوه قاعده البيانات بتستخدم حاجات هم عاملينها لو انت الى اخره يعني مثلا همسح دول هنا بيقول له استدعي system.collection.generic دي مجموعه من الاكواد اللي بتتحرك زي المصفوفات وحاجات كده لسه انت هتشوفها في الباب الثالث ممكن اشيلها طب حلو قوي تبقى لي مين سيستم معناها ايه بقى سيستم ده اصلا هم عاملينه هو عباره عن ايه قالك عباره عن نيم سبيس ما انت بقى تفهم هم عملوا البرمجه هم برمجوا اصلا الفيديو سيلنا ازاي اصلا ما انت بقى تفهم القصه لان هم ماشيين بنفس الاسلوب اللي هنشرح بيه فالمفروض تقدر تفهم هم شغالين ازاي دلوقتي هم كانوا عاملين نيم سبيس اسمها سيستم اسمها ايه جواها مجموعه من الايه من كلاسز جواها مجموعه من الايه بكلاس احنا بنستخدمه واحنا مش حاسين واحنا زي واحنا مش ايه مش حاسين طب افترضنا انا عايز اعرف ايه هي الكلاسز اللي جوه السيستم لو جيت في اي حته كده جوه كلاس قلت سيستم دوت هتلاقي لي مجموعه من الكلاسز الكتير قوي بس هم طبعا عدونا عامل كلاس كتير جدا احنا بنستخدمه واحنا مش عارفين مش واخدين بالنا من دوم واحد مهم جدا احنا بنشتغل اللي هو مين راندوم ده لو جيت تشتغل وانت مش قايل له عايز استخدم الحاجات اللي جوه سيستم مش هيعمل يعني انت مش كان فوق يوزنج سيستم انا بستخدم الحاجات اللي في سيستم مين هو سيستم نيم سبيس مجمعه جواها مجموعه كلاسز فيها كلاس من الكلاسز اسمه ايه اسمه راندوم لو انت مش عامل فوق كلمه يوزنج سيستم وجيت عرفت راندوم يطلعك ايرور يقول لك مين راندوم لازم اقول له راندوم اللي جوه باكج اللي اسمها سيستم او جوه النيم سبيس اللي اسمها ايه
سيستم. يعني كده اهو لما اجي اعرف راندوم وسميته ار ان دي، هل البرنامج اعترض في اي خطا؟ طب لو انا شلت كلمه يوزنج سيستم طلع لي ايرور على راندوم. عندي راندوم مين؟ ما اعرفش مين راندوم. هو راندوم ده كلاس هم عاملينه بس محطوط جوه باكج اسمها ايه؟ يوزنج سيستم. اسمها سيستم. انت الباكج بتاعك اسمها ايه؟ كالكوليتور ابلكيشن. انت نمت يعني انت مجموعه كده مجمع مجموعه كلاسات لوحدك وهم عاملين مجموعه كلاسات لايه؟ لوحدهم. قال لي ازاي يكلموا بعض؟ لازم عشان يكلموا بعض لازم كلمه يوزنج وقول انا هستخدم الحاجات اللي موجوده جوه سيستم. فكده كل الاكواد اللي هم عاملينها هم جوه سيستم انا اقدر ايه؟ لو انا اديت الحاجه في الاكواد بتاعتي لحد تاني اللي انت في الكالكوليتور ابلكيشن دي اديتها لحد تاني وهوريكم ازاي ممكن ادخلها جوه البرنامج بتاعه وعايز يستخدم اي حاجه عندي ما يقدرش يستخدم اي حاجه عندي غير لو عمل يوزنج كالكوليتور ابلكيشن. انا عايز استخدم الاكواد اللي هو مكتوبه جوه الكالكوليتور ايه؟ فهمنا ازاي؟ يبقى مجموعه الكلمات لسه بتيجي تشتغل مع بعضيها لازم استخدم كلمه ايه؟ يوزنج. فهمنا يعني ايه يوزنج؟ يبقى احنا كده دلوقتي حاليا تقريبا والحمد لله لو انتوا فاهمين لغايه هنا طيب ماشي. انا مش هستخدم راندوم ولا بتاع، انا عندي وظيفتين يا عمي. عندي ايه؟ وظيفتين. ايه هما؟ واحده بتاعت الاضافه وواحده بتاعت الايه؟ الطرح. الجمع والطرح. الاولانيه بتاعت الجمع هترجع ايه؟ مخرجاتها ايه؟ حد بيرد عليا. الارقام ممكن يكون فيها كسور، صح؟ الارقام ممكن يكون فيها ايه؟ كسور، هقول له دبل. اسمها ايه؟ اسميها اد. اضافه يعني اد. خلاص؟ ايه مدخلاتها؟ رقمين، صح ولا لا؟ رقمين. اقول له اهو رقم دبل 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 اكس ماشي، والتاني اسميه دبل ايه؟ واي. يبقى الرقم الاولاني اكس والرقم الثاني ايه؟ واي. وادي بدايه البرنامج وادي نهايه الايه؟ اي حد بقى جاي جديد عليه بيعمل برنامج ويعك في الاقواس مش كلام من ده. الاقواس اتشرحت دلوقتي ايه؟ المفروض تبقى انت عارف القوس الاولاني ده قفل القوس الميثود، القوس الثاني ده قفل القوس الكلاس، القوس الاخير ده قفل القوس النيم سبيس. ركب بقى دماغك خلاص بقى كده، مش هقوم حاطط زرار على الشاشه، ما هو ده قفل القوس بتاع الايه؟ الميثود. طب وده قفل القوس بتاع الكلاس. طب وده قفل القوس بتاع النيم سبيس. اي واحد فيهم يتقفل او يضيع او ايه او تمسحه غلط ما ينفعش عشان ما تيجي تشتغل على الشاشه، لان الشاشه ذات نفسها خلاص برضه هتلاقي الوقت نفسك بقيت ماشي زيهم بقى. في عشان ترمي الزرار ده وكيك على الزرار تقوم كاتب في اي حته ما ينفعش في اي حته. يعني انفع اكتب الكود بتاع الاضافه هنا دلوقتي؟ لا. انفع اكتبه هنا؟ ما ينفعش. لازم يتكتب جوه الايه؟ جوه الميثود. ما تقولش بقى قوسين. جوه الايه؟ جوه الميثود. خلاص كده؟ طيب. ايه هو العمليه اللي هتعمله؟ اقول له ريتيرن رجع لي الاكس زائد مين؟ طب خد بالك انا ما كنتش كاتب السطر ده كان مطلع ايرور على كلمه اد عشان مش فويد. قال لي دي مش فويد. قلت له ايوه. قال لي يعني بترجع قيمه. قلت له ايوه. قال لي فين هي القيمه؟ ده الايرور. طالما انت قلت بترجع حاجه يبقى لازم تديني الحاجه اللي انا ايه؟ هرجعها. خلاص؟ اهو ريتيرن اكس زائد واي. قال لي كده تمام. مش اي مشكله خالص. طب لو انا عايز اعمل عمليه الطرح دبل برضه صح؟ واسميها سب تراكت سب تراكشن برضه ليها رقم اول ورقم ثاني دبل اكس. ينفع اكس برضه؟ يعني متغيرين بنفس الاسم ينفع؟ لا مش تلغي الاولى. هقول لك انا ده برنامج صغير بمتغيراته وده برنامج ثاني بمتغيراته. ده حاجة وده حاجة، ده قطعة وده قطعة تانية خالص، الأسماء ما بتتشابهش ما بينهم. أيوه برامج كل برنامج سواء مختص كل حاجة مستقلة بذاتها. بس خد بالك لو عرفت متغير تحت كلمة كلاس هنا قلنا إحنا الكلام ده. لو عرفت متغير تحت كلاس لأ. ما ده الاسم بتاعه الآد والسبتراكت هيبقوا مشتركين فيه. إحنا قلنا أي متغير تحت كلاس يبقى كل الميثودز اللي جوه مالها مشتركة فيه. يبقى اي متغير جوه تحت الكلاس على طول مش جوه ميثود معينه لا تحت الايه؟ الكلاس. يبقى كل الميثودز اللي جوه الكلاس تقدر ايه؟ تقدر تشوفه صح كده؟
طيب يبقى هنا اقول له ايه؟ ريتيرن الاكس ناقص الواي. ممكن اعمل بقى الايه؟ الضرب والقسمه وال 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 اسمه ايه؟ والقوس وال كله بقى زي ما انا عايز. انا هضرب على الاثنين دول بس، انا عايز اوصل للفكره على الاثنين دول بس. خلاص كده؟ حلو. كتبنا الكود بتاع الكلاس كده، كود الكلاس كله قدامك ظاهر. بدون ولا سطر ناقص عشان سطر اليوزنج. كده كود الكلاس كله قدامك ظاهر. وفي الامتحان لما تطلب منك الكلاس بالنص كده، ولا بص ينقص ولا شالوك يزيد. نعم. زميلنا بيسأل على ده، ما اعرفش هو فاكر الذاكرة ولا ايه. لو عمل كده وكتبت هنا ايه؟ يطرح رقمين بدون التحقق من انه رقم فيهم الاكبر. تعليق، ده اسمه تعليق، ده ما يفهمش. هو اقوله كده شرط تاني يبقى اللي بعدين ما يفهمش. انا عملت لنفسي قلت كده، ده بيطرح رقمين من بعض من غير ما اتاكد مين الاكبر من مين. المفروض ما اجي اطرح حاجه الكبير من الايه؟ طب لو كنا في تمرين وحبينا ننفذها عادي ولا؟ لا هي كده الكلمه دي ما لهاش معنى خالص، دي بس عشان انت بتيجي تفتح الملف تاني تفتكر دي ملحوظه على جنب ليك، لكن برنامج ولا شايفها ولا كانها مكتوبه دلوقتي. يب. يبقى كده السطر ده بس طالما بدا بالعامتين دول بقى معناه ان السطر ده كله مش انت، ده ليك انت. عشان لما تيجي ترجع تاني تزود وتظبط وتقول يبقى انت ايه؟ عادي. يخرب بيك كده. طيب ده اسمه اللي قدامنا ده اسمه بلو برينت كود، او بيسموه الاستامبه، او ساعات بيسموه السورس كود، الكود الاساسي، الكود الصح بس السورس كود. عارف الكلاس ده لو خدته كده زي ما هو كده بس هبقى في الاثنين سبيس وخليها في الباكج هشتغل معاك جافا عادي زي الفل. ولو حطيته في الاندرويد، الاندرويد هو الابلكيشن زي ما هو كده هيشتغل زي الفل. لو حطيته في الويب هو هو كده هيشتغل زي الفل. ليه؟ الاجراءات بتفرق ما بين حاجتين، الكود بتاع الشاشه والكود البيور. يعني ايه البيور؟ الكود اللي هو من غير شاشه ومن غير وجع قلب خالص، الكود اللي هو الكود الصح اللي هو الكود الاساس اللي هو الكود كله. اما بقى احط في الشاشه احط في الزرار واحط في ايه؟ دي على حسب الشاشه بتاعت السي شارب بتختلف عن شاشه بتاعت الجافا، بتختلف عن الشاشه بتاعت مش عارف ايه صح. كل واحده والايه؟ بتختلف عن شاشه الموبايل، بتختلف عن شاشه الويب، بيختلف كل برنامج مختلف عن الثاني. لكن الكود ذات نفسه ده اسمه البيور كود. ده خلاص ده كده منتهي، حطه في اي مكان هيشتغل لو انت ماشي بالاسلوب ده. فهمت الفكره؟ دي ميزه كمان غير الريوز، ميزه كمان غير اعاده الاستخدام، ميزه كمان، ميزه اساسيه. انا بكتب ايه؟ اساس بشتغل عليه. اما الشاشه بقى اروح اشوفها بقى. يبقى احنا عندنا نقدر نقسم الكود لحاجتين اساسيتين. الكود بتاعنا بقى بعمله قطعتين دلوقتي، سورس ده مسميه بلو برنت. بلو برنت اللي هو كلاسز، يعني اقول لك السورس اللي هو كلاسز بتاعك. خلاص. والتاني اسمه بيسميه كلاينت كود، بيسميه كلاينت ايه؟ اما انت بص كده اكتب الايه؟ كود الشاشات. بعدين الكود بتاعنا بقى نقسمه هو كمان لمجموعه كلاسز ومجموعه ايه؟ اجوال تخص الشاشه، اعمل في التكست ده، اخرج من التكست ده، مش عارف ايه الكلام ده كله. خلاص؟ طيب البرنامج بتاعنا دلوقتي لازم تبقى عارف كويس جدا حاجه اسمها السوليوشن اكسبلورر دلوقتي. السوليوشن اكسبلورر دوت الشاشه ديت الصغيره اسمها سوليوشن اكسبلورر، بتجمع كل الملفات بتاعت المشروع. فانت دلوقتي هيكتر الملفات، لو احنا كلاسين يبقى عندنا اكتر من ملف، لو احنا كذا شاشه يبقى عندنا اكتر من شاشه. فانت تعرف تتنقل ما بينهم، تتنقل من خلال مين؟ السوليوشن اكسبلورر اللي بتنقل لك ما بين الملفات. يعني مثلا في ملف هنا اسمه فورم 1، يعني الشاشه الاولى صح؟ لو جيت فتحته اهو في نوت، في ملف اسمه كلاس دوت سي اس، سي اس يعني سي شارب. ها لو جيت فتحته تلاقي الكلاس بتاعك
لو طب تاهت مني السوليوشن اكسبلورر على طول من قائمه فيو واختار ايه سوليوشن اكسبلورر. لو ده لو طفحت لو ضاعت مني السوليوشن دايما عشان تنقل ما بين الملفات يبقى مش فيش اسمها سوليوشن اكسبلورر. خلاص كده. طيب دلوقتي انا عايز اروح للشاشه عشان استخدم الكالكوليتر بتاعتي دي. عايزين نحدد بقى هو الرقم الكبير والرقم واحده واحده بس واحده واحده خلص دي تمها لغايه الاخر بتمها لغايه الاخر وبعدين حلها ايه الحلال. اروح على الشاشه بتاعتي. ادي الشاشه اهي. واروح على التول بوكس ارسم الشاشه. صور عليها واحط هنا ليبل شاشة الخصائص الصوب بعد اذنكم واكتب نمبر 1 واحط قدامه ايه تكست بوكس واخد منهم كوبي كده. انت واخد كوبي انت عامل ايه بيست وكمان بيست. ده هو سميته نمبر ايه رقم التاني وده سميه ايه الريزرت النتيجه. وعلشان النتيجه دي ما يعرفش يعدل فيها فاكرين ريد اونلي صح اروح خاصيه ايه ريد اونلي ترو معناه ان هو بس ايه يتعرض فيه لكن ما يعرفش يكتب جواه. حلو. والشاشه دي ممكن نغير اسمها بس اقف على الايه على الشاشه ذات نفسها والخصائص اسميها ايه بدل فورم 1 اسميها ايه واحط هنا زرار خصائص اكتب جواها كلمه ايه دبل زائد انت مش كلمه دبل عادي ايه دبل دي اه يا اتراكشن اد اه عادي اعمل زي ما انت عايز. انا هعمل هنا واحد زائد واحد ايه لو انت عايز تكتبهم اضافه بالعربي ماشي او جمع بالعربي ماشي عايز تعملهم بالانجليزي اد وصب ماشي اي عادي ما انت عايز زي ما انت عايز تصمم الشاشه. انا المفترض اكمل الشاشه بتاعتي بالزراير بقى هنا صح ماشي. اسمي التكست بوكس الاولاني اسمه تكست بوكس واحد تي اكس تي 1 ماشي سميته كده عشان ابقى نادي عليه. انا خلاص سميته كده خلاص في اي وقت اقول تي اكس تي 1 هيبقى عارف انا بتكلم على ده وده اسميه تي اكس تي 2 وده اسميه تي اكس تي ار تي اكس تي ايه ار. حلو. تعال نبرمج جوه الزرار بقى. دبل كليك على الزرار صح فتح لي كود كود وخلاص. لا طبعا مش كود وخلاص ده ليه اهميه وانا بقيت فاهمه دلوقتي المفروض اعرفه. يعني ايه تعرفه؟ يعني وسع كده وسع وسع يا ابني وسع اهو. تعال نقرا الكود من اوله. دي كلها يوزم عارفها عادي شويه حاجات بنستخدمها شويه اكواد هم عاملينها احنا مستخدمينها. وادي نيم سبيس اسمها كالكوليتور ابلكيشن ماشي عادي عارفها. وادي ايه بابليك بارشال كلاس اسمه فورم 1 ونقطتين وفورم. الله انا عارف جزء منها يعني عارف ان ده كلاس اسمه فورم 1 لكن في شويه كلمات مش عارفها واحده واحده هتيجي صح. وادي بدايه الكلاس وادي ايه وادي نهايته. وادي ميثود عاديه يعني ميثود اسمها فورم 1 وادي ميثود بتاعت الزرار اسمها ونوعها فويد كمان وليها كمان اتنين بارامتر اهم واحد اسمه سندر وواحد اسمه اي عادي اهو بفهم الاكواد المكتوبه ايه هي كويس. وادي هنا بكتب الكود بتاعي جوه الزرار صح 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 صح. طيب عايز اعمل ايه دلوقتي بقى؟ عايز استخدم الكالكوليتور بتاعتي الكالك كالك واسميها اي حاجه سي بتساوي نيو كالك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده
ده زي راندا. ده احنا عملناها زي ايه؟ زي راندا. مش راندا ده كلاس. كنا سالنا قلنا راندم ار ان دي بتساوي نيو راندم فاهمين؟ احنا ماشيين بنفس الاسلوب اللي هم عاملينه. حتى هم كانوا عاملين كلاس اسمه راندم وكنا بنستخدمه بكلمه راندم سي بتساوي او راندم ممكن نقول زي راندم سي بيساوي راندم. هنا احنا بنعمل كالك سي بتساوي نيو كالك. احنا ماشيين بنفس الايه؟ الاسلوب الصح اللي هم شغالين بيه اصلا. عرفت ليه بقى بنعمل الراندم كده؟ بس لسه انت برضو ايه؟ في مسميات لسه انت بتظبط. يعني عايز اعرف كالك الار دي معناها ايه؟ والسي دي معناها ايه؟ كل واحده ليها مسمى. كل واحده ليها ايه؟ زي بارامتر وفيلد وميثود وكلاس ونيم سبيس المفاهيم الكتيره اللي احنا قلناها النهارده دي. برضو هنا في كلمه كالك دي الاولانيه اللي اسمها كلاس، ده اسم كلاس. وده بنسميه اسم الاوبجكت. بس مش هقول لكم دلوقتي يعني ايه عشان ما ادخلكمش في متات اكتر من كده. انا شايف المفاهيم كده قشطه قوي، كفايه كده النهارده على المفاهيم، عايزين نستخدم بس. ماشي عرفناها كده بقى. اقدر اقول سي دوت. حد شاف حاجه؟ دوت ما طلعليش ولا اد ما طلعليش ولا اد. نعم. لا سميها زي ما انت عايز سميها، سميها اكس بس. خلاص سميتها اكس، يبقى اي في وقت عايز تستخدمها تقول اكس دوت. سميها محمد بس لما تيجي تستخدمها تقول محمد دوت. سميها بورعي، دي تقول بورعي دوت زي ما انت عايز. ايه؟ اسمه ديار. خلاص كده؟ حلو. لما جيت قلت اكس دوت ما لقيتش حاجه، ما لقيتش ولا اد ولا سبتراكت. ليه؟ قال لك لانك انت المفترض انك تقول الكلاس ده، الكلاس احنا كنا عاملينه، تقول عليه كلمه بابليك. يعني ايه بابليك؟ عام، يعني اي حد يقدر يوصله. انت دلوقتي ما عملتش كلمه بابليك فما حدش عارف يشوفه. لازم ارجع للكلاس من السوليوشن اكسبلورر كده على كلاس اسمه كالك، واكتب قبل كلمه كلاس اكتب كلمه ايه؟ يعني ايه بابليك بقى؟ معناه ان اي حد يقدر يشوفه واي حد يقدر يستخدمه. اي حد يقدر يشوفه واي حد يقدر ايه؟ يستخدمه. يبقى لو رجعت للشاشه بتاعتي من السوليوشن اكسبلورر وافتح الشاشه تحت الزرار اللي اسمه اد، وجيت دلوقتي انا سميته اكس صح؟ قلت اكس دوت. ما عملناش ايه؟ ايوه معلش. زي ما عملت كلاس بابليك اعمل الاد بابليك واعمل السبتراك اب بابليك برضو، لان برضو ممكن تعمل حاجات منهم بابليك وحاجات منهم مش ايه؟ يعني حاجات تتشاف والناس تستخدمها وحاجات الناس ما تستخدمهاش. فلازم انا اقول له برضو الايه؟ الاد دي عباره عن ايه؟ اي حد يقدر يستخدمها. والسبتراك دي لازم ايه؟ اي حد يقدر يستخدمها. يبقى عرفنا بابليك برضو معناها ايه؟ بابليك معناها اي حد يقدر بره يقدر يشوفها ويستخدمها. نرجع للشاشة بتاعتنا تحت زرار إضافة وأقدر أقول له إكس دوت. المرة دي جمعة. أدي أد أهي وأدي سب أهي صح؟ أد أهي أد أفتح قوس قال لي ابعت رقمين، الرقم الأول إكس والرقم الثاني مين؟ والرقم الثاني واي. قال لي الإكس ابعتها لي ودي نوعها دبل. قلت له دي موجودة في التي إكس تي 1 دوت تكس، ده الرقم الاولاني صح؟ بس تي اكس تي 1 دوت تكس ده ماله؟ نص. ده نص. وانت عايزه دبل يبقى لازم نحوله. فاكرين التحويل؟ كونفيرت. يبقى لازم اعمل للحته دي كونفيرت. معلش او ما قايل له زي ما خدناها السنين اللي فاتت. كونفيرت. اقول له كونفيرت دوت تو دبل. صح كده؟ هفتح قوس كده واقفل قوس كده. عشان تبقى عارف برضه كونفيرت ده كلاس. وتو دبل دي ميثود. والتكست بتاعك ده عباره عن مدخل بارامتر نفس المفهوم. هتاخده وتحوله الى ايه؟ الى دبل. طيب والرقم الثاني؟ اللي هو تي اكس تي 2 دوت تكست صح ولا لا؟ قال لي بس ده نص وانا عايزه برضه دبل. اقول له بنفس الطريقه. يعني اقول له برضه دبل، اقول له كونفيرت دوت تو ايه؟ تو دبل وافتح قوس واقفل قوس واقفل القوس الكبير. القوس الكبير ده بتاع الاد صح؟ كده خلاص الاد دي هترجع لك بعد ما خدت الرقم الاولاني دبل وخدت الرقم الثاني دبل هترجع لك ايه؟
رقم دبل اللي هو المجموع بتاعهم عايز تحطه جوه تي اكس تي ار اللي هو الريزرف. تي اكس تي ار دوت تكست بتساوي يعني حط لي في التكست بوكس اسمه تي اكس تي ار هتحط لي ايه الاكس اللي هي الكالكوليتور صح لما تضيف الرقم ده زائد الرقم ده بس خلاص بس تكون مطلع ايرو. ايوه طبعا لان دوت نوعه ايه ده نوع تكست. طب ودوت على بعضيه نوعه ايه السطر الكبير ده نوعه دبل لان الاب بترجع ايه الاب بترجع دبل فاكرين ولا لا الاب بترجع لازم في الاخر اقول له دوت تو ايه في الاخر خلاص اقول له دوت تو سترينج. معلش الحته الاخيره دي قلناها بسرعه شويه عشان بس حاسس ان المعمل انتهى وان انتم مستعجلين والناس عماله تفتح الباب وكلام من الحته بتاعت الكلاينت كود يعني الكود اللي تحت الزرار. واعيد لكم برده المره اللي جايه بس قبل ما اعيد المره الجايه حد يقول لي مليني كود السي الناقص اهو هقول له برده كالك صح واسميه مثلا سي بتساوي نيو ايه كالك واقول له تي اكس تي ار دوت تكست بتساوي ها سي بقى احنا دلعناها المره دي سي بس دوت ايه سب وعايز الرقم الاولاني والرقم الثاني بنفس الطريقه بقى اهو صح ولا لا يبقى ادي الرقم الاولاني اللي موجود في تي اكس تي 1 دوت تكست وادي الرقم الثاني اللي موجود في تي اكس تي 2 دوت تكست بس اعمل لهم كونفرت. المره الجايه برضه هقول لكم ازاي نهرب من الكونفرت الكتير دي ازاي نحاول نهرب منها. اقعد مكانك اجرب اعمل رن اقول له 11 و5 واقول له زائد قال لي كام 16 طب قلت له ناقص قال لي 6 يعني لو حطيت هنا 4 و5 قلت 4 و5 9 طب 4 ناقص 5 يطلع بالسالب 1 بس نعم ده برنامج بسيط بس في حد ذاته بالنسبه لي انا كبير جدا ومهم جدا عشان هبني عليه الشغل اللي جاي كله الشغل اللي جاي كله بتاع طول السنه اللي جايه.